هذا وقد سجلت مملكه البحرين انخفاضا في عدد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 33 حاله قائمه جديده، منها سبع حالات لعماله وافده و 19 حاله لمخالطين لحالات قائمه، اضافه الى سبع حالات قادمه من الخارج، في حين لم تسجل اي حاله وفيات خلال اليوم. فيما أعلنت الوزارة إحدى 21 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 281 حالة